حياكم الله يا أحبة مع الجزء الثاني من درس تمثيل المعادلات الخطية بيانيا، وحنبدأ اليوم بكيف نمثل المعادلة الخطية بيانيا. أول الطرق لتمثيلها عن طريق المقطعين السيني والصادي، هاي طريقة. طيب حتى نمثلها، لإيجاد المقطع السيني، المقطع السيني نضع صاد تساوي صفر، صاد تساوي صفر، منطلع المقطع السيني يعني اشطب هذه خلاص، ظل 2 سين كذا يساوي 16، حلها على 2 على 2، إذا سين تساوي إلى 8. هذا أول واحد، هذا أول واحد، هذا المقطع السيني. المقطع الصادي نضع سين تساوي صفر، هاي سين تساوي صفر، يعني هذه صفر، يعني هذه 4 صاد يساوي 16، اقسم على 4 على 4 يعني صاد تساوي 4، 16 قسمها 4، إذا هذا إيش يقول عنه المقطع؟ المقطع الصادي 4. طيب الآن نمثلها، خلاص ارسم جملة متعامدة هاي سين وهاي صاد، سين صاد، ثم الآن حدد السين 8 1 2 3 4 5 6 7 8 هذه هي. الصاد 4 1 2 3 4 هاي هي النقطة. صل بين النقطتين هذولي معاك، صل بين النقطتين هذولي، هذا الوصل بين النقطتين كذا، إذا هذه إيش هي؟ هذا المعادلة الخطية مثلناها بيانيا بدلالة مين؟ المقطع السيني والمقطع الصادي. طيب تعال نشوف الآن، قال لي متحقق كما نمثل مستخدما المقطع السيني والصادي. نحتاج المقطع السيني، نضع صاد يساوي صفر، يعني هذه راحت، ظل معايا سالب سين يساوي 3، يعني سين تساوي سالب 3 لأنه أنا أبغى سين، إذن أول وحدة معانا سين تساوي 3. الآن نحتاج مين؟ المقطع السيني، المقطع الصادي، نضع سين تساوي صفر، يعني هذه كلها راحت، ظل 2 صاد يساوي 3، نقسم على 2 على 2 يعني صاد تساوي، و3 على 2 1 ونصف، إذن هذه هاي صاد وهاي سين. الآن منجيب عندي جملة، هذا كذا صادات وهذه السينات، ثم أحدد عليهم السالب 3 1 2 3، وهذه نقطة، المقطع السيني هنا بيكون، والصاد هو 1 ونص، هذا 1 هاي 2 النص بيكون بيناتهم، هذه هي. ثم أصل بين النقطتين هذولي، نصل بين النقطتين، تعال نصل بيناتهم هذه الوصل، إذا كذا يا أحبة بيكون معايا مثلناها بيانيا مستخدمين مين؟ المقطع السيني والمقطع الصادي. أيضا مستخدمين المقطع السيني والمقطع الصادي مثل هذه بيانيا. طب أحتاج مين أنا؟ أحتاج أريد المقطع السيني، إذا نضع مين؟ صاد تساوي صفر، إذا صاد تساوي صفر، يعني هذه راحت، إذا شو صار معك؟ سالب سين ناقص 5 يساوي صفر، جيب هذه هنا بالإشارة المخالفة، سالب سين تساوي إلى 5، نظير جمعي، أنا أحتاج سين، إذا أعكس الإشارات، سالب 5، إذا هذا المقطع السيني. نحتاج المقطع الصادي الآن، المقطع الصادي نضع سين صفر، إذا صاد سين تساوي صفر، يعني صاد شو تساوي يا أحبة؟ سالب 5، انتهينا منها بكل سهولة. هذه هذه هي. الآن نرسم، نرسم يا شباب، هذه عندي هنا وهذه عندي هنا كذا، ثم نحدد المقطع السيني والصادي عليها، السين سالب 5 1 2 3 4 5 هذا المقطع السيني، الصاد سالب 5 1 2 3 4 5 هاي المقطع الصادي، نصب بين النقطتين، نصب بين النقطتين، هذا الوصل بين النقطتين، إذا هذا تقريبا التمثيل البياني، كذا صار معايا التمثيل الدقيق. أيضا يقول لي بتكوين، إذا الحالة الثانية تكوين ماذا؟ تكوين الجدول، يعني يصنع جدول. طيب تعالوا نصنع جدول، جدول للسينات والصادات، خلاص كذا هاي سين هاي صاد، وبتحط للسين ثلاث قيم من عندك، حتى قيمتين يكفي، بحط صفر واحد اثنين، هاي قيم من عندي لمين؟ للسين. طيب
تعال نعوض. لما صفر هذا راح، ظل معاكم سالب صاد يساوي 2، يعني صاد يساوي سالب 2، هاي سالب 2. طيب لما واحد، هاي 2 ضرب 1 سالب صاد يساوي 2، 2 ضرب 1 2، اذا 2 سالب صاد يساوي 2. جيب هذه لهنا إشارة مخالفة، سالب صاد يساوي 2 ناقص 2 صفر، يعني صاد تساوي صفر، انتهينا منها. لما 2، 2 ضرب 2 4، هذه 4 تجيبها هنا، إذا صار سالب صاد يساوي سالب 2، يعني صاد تساوي 2. هذه تكوين الجدول. طب الآن مثلها بيانيا، هذه الصادات وهذه السينات، وتعال نأخذهم نقطة نقطة. أول نقطة صفر، صفر سالب 2، هاي صفر سينات صادات سالب 2، هاي 1 هاي 2 هاي نقطة. النقطة الثانية 1 صفر، السينات 1 والصادات صفر، هذه النقطة الثانية هنا. النقطة الثالثة 2 2، السينات 2 وأرقى فوق 2، 1 2 هذه النقطة. ثم اصل بين النقاط الثلاثة كخط مستقيم، وهذا بيكون بتكوين جدول، وهذا يكون بتكوين جدول. تعال نشوف أيضا، أعطاك سين لحالها، ماذا يعني ذلك؟ هذه سين وهي صاد، أحط ثلاث قيم عندي. طب سين أعطاك بس سين ثلاثة، خلاص سميها ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طيب الحين ثلاثة ثلاثة ثلاثة، الصاد، الصاد إيش بتطلع معاك؟ أي قيم، أي قيم للصاد، صفر واحد اثنين، السين بتظلها نفسها. تعال نمثلها، هذه الجملة شوف، لاحظ معايا الآن، أول قيمة صفر وثلاثة، السينات ثلاثة والصادات صفر، إذن هذه هي. الحين السينات ثلاثة والصادات واحد، هذه هي السينات ثلاثة والصادات اثنين، هذه هي. إذن المستقيم معانا إيش حيكون يا أحبة؟ هذا هو المستقيم يوازي السينات. بكذا يا أحبة طريقة تكوين الجدول بنكون انتهينا منها، وبنكون انتهينا من كل درس تمثيل المعادلات الخطية بيانيا. وإلى اللقاء مع التمارين، تأكد.